السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع النحالين في كل مكان. اليوم موضوعنا إخوتي الكرام عن الرطوبة. عنينا الحمد لله في المنطقة تاعي لا توجد رطوبة، يعني شيء قليل، يعني ليس بالكثير، وبعض الخلايا فقط، يعني هذا ربما لسوء يعني التشتية. على العموم طريقتي يعني لكي أخفف يعني الرطوبة وكذلك زيادة في دفء الخلايا، يعني لما يكون جو مشمس مثل هذا اليوم، يعني ماذا أفعل أنا؟ يعني نجي نفتح الخلايا كما تشاهدون هكذا، أضع الأغطية في الشمس كما تشاهدون، أعمم على المنحل، يعني هكذا بالتالي الرطوبة الزائدة تخرج، يعني حوالي مثلا ربع ساعة حتى 20 دقيقة، وكذلك الشمس يعني تصل إلى الخلية في الداخل للدفء. يعني بهذه الطريقة يا إخوتي الكرام نقوم بإنقاص يعني تخفيف من الرطوبة. يعني أنا الحمد لله لا توجد رطوبة كما قلت لكم، يعني شيء قليل، لكن يجب هذا العمل. يعني لما يكون جو مشمس مثل هذا، يعني نرفع الأغطية، يعني لا نفتح الخلايا كاملة كما تعلمون في هذا الوقت، يعني على السارقة وكذلك، يعني ولا نستطيع كل خلية نفتحها لوحدة أربع ساعة وثم نغلق ونرجع إلى الأخرى، لكن بهذه الطريقة بإذن الله تدفئ الخلية. يعني كما تشاهدون هكذا، ها هنا الغذاية كما تشاهدون، النحل يعني يصعد للغذاية، يعني اليوم كيعود يوم مشمس، يعني النحل يعني يصعد عادي. هنا هذه السكرية، وهذه بقات لي من المرة الماضية لم أريد رميها، يعني عجينة بروتينية، ما ليس بروتينية، يعني فيها قليل من حبوب اللقاح. المهم هذا ما عندنا يا إخوتي الكرام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.